طمنا يا احمد على لعيبه كتير، يعني حمدي فتحي ورجوعه بعد غياب من الاصابه او كمان اصابه فيروس اصابته فيروس كورونا بعد كده، كل ده الحقيقه طمنا بشكل كبير قوي، وهيبقى اضافه كبيره للفريق الفتره اللي جايه لما يبقى محمد هاني هو اللاعب رقم 14 اللي يجيب جون للاهلي الموسم ده، يبقى انا عندي تنوع هجومي يطمني. لما يبقى دي المباراه رقم 14 اللي ما يدخلش فيا جون، يبقى انا لازم اطمن على الدفاع. بس اكيد زي ما قلنا مع الوقت هيبقى في تطور في الاداء، محتاجين اكتر من كده عشان دوري ابطال افريقيا كمان. يعني تسيبي السادسه بقى وتروحي تشتغلي في استوديو التحليلي. خلاص نشتغل مع بعض في الاستوديو التحليلي. اهلا بيك يا ساره، واهلا بكل مشاهدي السادسه. حلقه بدايه الاسبوع زي ما قالت ساره، وبتيجي بعد اقل من 24 ساعه من ماتش انتظرناه طويلا. الحقيقه كوره وحشتنا والاهلي وحشنا، وزي ما قالت ساره الحقيقه كان في كتير من النقط الايجابيه في ماتش امبارح. اهمها أنا بيتهيألي من وجهة نظري هي فكرة الحاجز النفسي، يعني لما تبقي بقالك 17 مباراة بدون هزيمة، عاملة سكور وفارق نقط مطمئن إلى حد كبير جدا، وتيجي تقفي لفترة أربع شهور بالتأكيد بتأثر، يعني حتى لو نسبيا من الناحية البدنية والفنية ما أثرتش بشكل كبير، ولينا واقفة عايزين نتكلم فيها بالتفصيل على مستوى النادي الأهلي امبارح. يهمنا دايما نبقى مطمنين على فرقتنا. وانا هتكلم مع حضراتكم لانه انا مدرك ان كل عشاق النادي الاهلي امبارح كانوا بيتفرجوا على الماتش يا ساره، وعينيهم على مشوار الاهلي في افريقيا، وبيقيسوا وبيقيموا اداء اللاعبين استعدادا لمباراه الوداد. في ناس كتير جدا مطمنه الى حد كبير، والفرق النهارده بنتكلم على 18 نقطه، مطمئن الى حد كبير جدا على بطوله الدوري. لكن الهم الاكبر النهارده عند جماهير وعشاق النادي بطوله افريقيا، والحقيقه في علامات استفهام محتاجه اجابات. صحيح احنا بقالنا بعيد عن الماتشات الرسميه، خدوا بال حضراتكم برضو الرسمي قصه تانية خالص غير الودي. امبارح بنلعب فريق تقيل الحقيقه، انبي لعب ماتش كويس جدا، ما كانش بعيد الحقيقه طول المباراه، كان في توفيق كبير جدا حلف النادي الاهلي في الهدفين اللي هم دخلوا امبارح، هنتكلم بالتفصيل. لكن زي ما قلت لحضراتكم، اول حاجه الاهلي امبارح كسر الحاجز النفسي، 18 مباراه بدون خساره ده رقم قياسي، بنتكلم على كلين شيت 14 مباراه رقم قياسي، بنتكلم كمان على عوده حمدي فتحي، واعتقد ده واحد من اهم مكاسب المباراه بالامس، والى حد كبير راجل مش بعيد رغم اصابته في ركبه وبعد كده فيروس كورونا زي ما كنت بتتكلمي يا ساره، لكن الحقيقه الراجل حتى من بعد ما نزل نحس انه الاهلي بقى في شكل تاني. على كل الاحوال هنتكلم في كل التفاصيل النهارده، هنوقف الحقيقه لانه الوقفه قبل ماتش الوداد، احنا عندنا اربع مباريات في الدوري هيلعبهم الاهلي خلال الفتره اللي جايه قبل ما يلعب ماتش الوداد، وبالتاكيد الجهاز الفني جزء طبعا في اعتباره الثلاثه بوينت او الثلاثه بونت في كل مباراه، لكن في اعتباره كمان انه يجهز الفرقه قبل نهائي، وان شاء الله باذن الله من بعده نهائي افريقيا. فعشان كده هنتكلم مع حضراتكم على مدار الحلقه بالتفصيل على تقييم اداء الفريق في مباراه امس امام انبي. بس نبدا مع حضراتكم حلقتنا.